من الادوات اللي بتسهل الشغل في برنامج نفس وركس هي سيلكشن تري، ممكن تجيبها من هوم تبدا تظهرها، ممكن من هنا تخليها هايد تمام، بحيث ان انت وانت شغال تختفي اوتوماتيك لو انت شغال في اي مكان، او تثبتها من الاوتو هايد. هنا بتقدر تقول بقى انا عايز ستاندرد يبدا يجيب لك المشروع كله، ممكن يكون اكتر من ملف، ممكن يكون مثلا المعمار لوحده والانشاء لوحده والكهروميكانيكا لوحده. ممكن اقول له هنا مثلا انا عايز تظهر لي مثلا الحاجات اللي في ليفل في الروف مثلا، تقول له هايد انسلكت، يخفي لك كل حاجه ما عدا الروف، او ليفل 3 تقول له هايد انسلكت زي ما انت عايز. ليفل 2 تمام، نخفي ان هايد اول، يظهر لي كل حاجه. هايد اند سيلكت يخفي لك كل حاجه ما عدا الليفل اللي انت عايزه. ممكن تقول له مثلا انا عايز مثلا ليفل 1 الاير تيرمينال اللي في ليفل 1، وتقول له هايد اند سيلكت، فيخفي لك كله ما عدا الاير تيرمينال بس، فتقدر تسلكت زي ما انت عايز على العناصر ديت. ممكن تقول له انا عايز كومباكت يبدا يجيب لي كل دور مجرد اسمه من غير ما يدخل في تفاصيل. تقدر تقول له ليفل 2 مثلا ان هايد اول هايد اند سيلكت. ممكن تقول له انا عايزهم بالبروبرتيز، فيبدا يجيب لك كل حاجه بالخصائص بتاعتها، سواء مثلا عايز تعمل سيلكت على ايتم معين تمام، فتقدر تقول له مثلا بالفايل نيم مثلا بالكرييتور بالنيم بالتايب، تقدر تعمل سيلكت بخاصيه معينه في قلب العنصر تمام. ممكن تقول له انا عايز مثلا سيتس، سيتس دي اللي هي لما بعمل سيلكت على اي عنصر اقدر اقول له سيف سيلكشن، فبيبدا يسيفهم لي في اللي هي المانج سيتس اللي اقدر اجيبها من هنا، واي اسم انت بتسميه بيتغير هنا ويتغير في السيلكشن تري بنفس الوقت. يعني لو سميت ده مثلا دبليو 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 اهوت، خلينا مثلا نعمل سيلكت العنصر دوت اهوت اهو وده، واقول له سيف سيلكشن، وهدي له مثلا دبليو 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 اه، تلاقيهم اتغيروا الاثنين في نفس الوقت. ده بيساعدني ان انا في اي وقت اعمل سيلكت على اي عناصر انا عايزها تمام، بحيث ان انا اعمل لها كراش ديتكشن، اعمل لها تايم لاين، اعمل له كوالتيفيكيشن، كوالتيفيكيشن الحصر تمام. تقدر تقول له انا عايز اشوف بس العناصر اللي معموله سيلكت ديت تمام، البايب دي بس كده، فده بيسهل لي سهوله العثور على العناصر اللي انا عايزها.